واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. في السكشن اللي فات كنا بنتكلم على سيستم كيرف، تمام، وكنا بنتكلم ازاي بنطوع السيستم كيرف بتاعنا علشان ان هو ايه نزود اللوسز وبالتالي نبدا ان احنا نقلل الفلو ريت شويه، تمام. وكنا بنتكلم ان احنا السيستم بتاعنا كان ليه ايكويشن اللي هي الايه اتش سيستم بتساوي الاتش ستاتيك زائد الكي كيو سكوير، وكنا قلنا كي عندنا في حاله ان الاريا بتاعت السكشن والاريا بتاعت الدليفري ثابته فكانت بتساوي اف ال على الدي زائد سيجما سي زائد الواحد على الاتنين جي اريا سكوير، تمام. وكنا بنقول ان العلاقه دي كانت عباره عن ايه ما بين الكيو وما بين الاتش، كانت علاقه كوادراتيك بالشكل ده، والسلوب بتاعي بيعتمد بشكل اساسي على الكي بتاعتي وعلى الاتش ستاتيك بتاعتي. وكنا بنقول ان احنا لو جينا طبعنا حطينا البامب كيرف بتاعي عليها نقطة التقاطع بتاعتنا دي كانت ايه؟ كنا بنسميها اوبريتنج بوينت، او كنا بنسميها ماكسيمم ديسشارج بوينت، تمام. وكنا قلنا ان السبب بتاع الماكسيمم ديسشارج تسمية ماكسيمم ديسشارج ان هو على السيستم ده بخصائص السيستم ده انا ما اقدرش ان انا اسبلاي كيو اكتر من كده. ليه؟ كنا ادينا الاكزامبل البسيط بتاعنا بتاع اللي هو ايه؟ ان العرض او يعني اللي موجود عندي اقل من المطلوب. الراجل اللي بياخد اعلى من الراجل اللي ايه؟ اللي بيدي، فمهما اديته مش هيشبع. وبالتالي دي كانت اخر نقطه نقدر ان احنا نشتغل عليها. وكنا قلنا ان الرينج بتاعنا موجود عندنا اللي احنا نقدر نوبريت فيه هو اي حاجه اقل من الماكسيمم. وكنا حددنا له رينج كده صغير كنا سميناه اللي هو الاوبريتنج رينج، اللي هو بيتراوح ما بين النقطه بتاعه الايه الماكسيمم افشنسي بتاعتنا 60% منها و120% منها، وسميناه ده الاوبريتنج رينج. وقلنا ان اكبر من كده واقل من كده ممكن يحصل عندي مشاكل اضافيه على الايه على الباور لوسز بتاعتي، تمام. طيب فاللي احنا كنا بنتكلم عليه السكشن اللي فات هو ازاي ان انا اشتغل في المنطقه دي كلها، تمام. وكنا قلنا ان المنطقه دي كلها كنا بنشتغل فيها ازاي عن طريق ان احنا بنغير في السيستم تغيير بسيط عن طريق ان احنا نقفل الايه الدليفري فالف بتاعنا بشكل ايه بشكل بارشيال، وبالتالي بنزود الماينور لوسز وبالتالي بنزود الكي بتاعتي، وبالتالي السلوب بتاعي بيقرب ناحيه الايه الواي اكسس، وبالتالي الاوبريتنج بوينت بتاعتي بتبدا انها ايه تشتغل عند نقطه مختلفه. خلاص كده؟ المرة دي احنا هنتكلم ازاي انا ممكن ان انا اشتغل في المنطقة دي. هنبدأ ان احنا ناخد شوية كيسز من بعض المسائل ونشوف احنا ممكن نعمل ايه وممكن ازاي ندرس التغيير بتاعها. خلاص كده؟ طيب تعال نبدأ بايه؟ بمسألة أولانية. المسألة دي هتستدعي ان انت تبدأ انت تفتكر الفلوين بايبس عندنا لما كانت البايبس بتاعتنا بارلل وسيريز كان شكلها عامل ازاي، بس خلينا نتكلم على المسألة واحدة واحدة ونبدأ ان احنا ايه نحللها واحدة واحدة. قال لنا ان احنا عندنا بامب ليها الكاركترستكس الاتية، واداني الجدول بتاع الاتش كيو بتاعي، وقال لي ان احنا بننقل المايه بتاعتنا او بننقل الفلويد بتاعنا من تانك الى تانك. التانك ده كان فيري لونج او البايب بتاعي كان فيري لونج، خلاص،
وسيف الايه كلمه فيري لونج عندي في الايه في عقلي عشان هستخدمها كمان شويه. وقال لي انها كانت شغاله عند دايمتر 450 مللي. قال لي ان على السيستم ده كان الكيو ماكسيمم ديسشارج بيساوي 150 لتر بير سكند لما كان الاتش ستاتيك ب 10 متر. قال لي ان الاتش ستاتيك ب 10 متر وهو كان قال لي ان الكيو ماكسيمم بتاعتي كان 150. خلاص؟ احنا لو نفتكر كنا بنقول ان الكيو ماكسيمم او الاوبريتنج بوينت هي نقطه التقاطع بتاعتي ما بين البامب كيرف والسيستم كيرف، صح؟ فهو ضمنيا بدا ان هو يعرف لي حتى لو انا مش فاهم في الفلويد ميكانكس وفاهم شويه ماثماتكس بسيطه، فهو انت عارف ان العلاقه بتاعه السيستم كيرف عباره عن كوادراتيك ايكويشن، وانت ما تعرفش اي تفاصيل في النص لا الاف ولا الطول ولا اي ولا الماينور لوسز ولا الكلام ده كله. فازاي من خلالك معلومتين الصغيرين اللي هم اداهم لي دول اقدر ان انا استنتج الكي بتاعه السيستم؟ هو الموضوع بكل بساطه ان انت لو بتحلل في معادله بسيطه فهو انت محتاج تجيب السلوب، صح؟ بتجيب السلوب لو انت عارف المعادله بتاعتي شكلها الالجبريك فورم من انهي درجه، وتقدر انت تعوض من خلال انت تجيب ايه نقطتين، صح؟ هو عرف لي نقطتين. النقطه الاولانيه عرفها لي من الاتش ستاتيك. انا عارف ان الاتش ستاتيك دي بتبقى فين، عباره عن ايه؟ الانترسبت على الواي اكسس، صح؟ واداني نقطه ثانيه. النقطة التانية دي قال لي انها بتقع اصلا على البامب كيرف، صح؟ وقال لي انها بتقع عند ال 150 بتاعت البامب كيرف. المفروض ان السيستم كيرف بتاعي بيعدي على النقطة دي. النقطة دي مش ليها نفس الاتش بتاعت البامب كيرف اللي هي كام؟ يبقى النقطة دي بقت بتساوي كام؟ النقطة دي بقت 150 و19. لو انا ما بفهمش او مش فاهم يعني ايه سيستم كيرف، ومجرد ان انا قلت لك ان ده عباره عن معادله بولينوميال في الصوره واي بتساوي ايه بلس ام اكس سكوير، واديتك النقطه دي والنقطه دي، مش تقدر تجيب السلوب وتعوض مرتين وتحل المعادله في مجهولين، صح؟ هو ده اللي هو اداهوني. فانا اقدر من خلال معلومتين بساط الكيو ماكسيمم اللي انا عارف هي قصادها كام في البامب، والاتش ستاتيك اللي هو الواي انترسبت بتاعي، اقدر بكل بساطه ان انا اجيب السيستم كيرف بتاعي. الاتش سيستم بتساوي الاتش ستاتيك زائد الكي كيو سكوير. الاتش ستاتيك ب 10، الاتش سيستم اللي هي ب 19، خلاص اللي هي النقطه دي اللي هي جت من الجدول، ولو كان هو قايل لي مثلا 170 وما كانتش موجوده عندي في الجدول فانت هتجيبها من الكيرف بتاعك، خلاص، من الكيرف او من الجراف بتاعك، خلاص. الكيو عندي ب 150، اقدر ان انا بكل بساطه احسب الكي تساوي 19 ناقص ال 10 على ال 150 سكوير، هيطلع ب 4 في 10 اس ناقص 4 متر بير لتر بير سكند سكوير، عشان انا معوض هنا بالايه؟ بالليتر بير سكند. حلو كده؟ يبقى انا من قبل ما اكمل المساله انا لقيت ان هو ضمنيا اداني معلومات كافيه ان انا اعرف من خلالها كي، خلاص. الطريقه الثانيه كان هو بكل بساطه ممكن يقول لي ان الطول ده بيساوي كذا، الاف بتساوي كذا، وتبدا ان انت تحسبها وتجيب الكي بتاعتي بالطريقه التقليديه البسيطه بتاعتنا. حلو كده؟ طيب ايه المطلوب؟ جاء قال لي ان انا محتاج اخلي الفلو بتاعي اللي هو كان 150 انا محتاج اخليه 250 لتر بير سكند. محتاج اشتغل هنا. عشان اشتغل هنا احنا قلنا ان ده الماكسيمم بتاعنا، صح؟ يبقى انا ما اقدرش ان انا اقفل الفالف او افتحه بزياده ان انا اتحرك هنا. فالحل الوحيد ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعمل موديفيكيشن في السيستم بتاعي اقلل فيه اللوسز، صح؟ طيب هي عمليه تقليل اللوسز بتاعتي بتتم ازاي؟ تعال نبص على المعادله ونشوف احنا ممكن نقلل اللوسز بتاعتنا ازاي. هو انا مش لو جيت انا لو جيت لعبت في ال وقصرت الطول مش انا كده مش هوصل من التانك للتانك؟ يبقى ما قدامنيش حل. قال لي طب انا ممكن اعمل حركه بسيطه، مش انا ممكن اكبر الدايمتر، صح؟ لو كبرت الدايمتر الترم ده هيقل وبالتالي الكي هتقل، صح؟ فالكي عندي لما تقل اقدر ان انا اتقاطع عند ال 250 اللي هو الكيو ريكوايرد الجديد. فقال لي ان احنا هنحتاج ان احنا نفور الخط الطويل جدا ده
ونجيبه بدل 450 هنجيب واحد كبير. قال لي طب ما انا ممكن استفاد بان اللي موجود ده اوريدي موجود واحط واحد بارلل تاني جنبه، مش كأنه حطيت اتنين، فالاتنين دول كأنه هم عبارة عن ماسورة كبيرة، فالماسورة الكبيرة دي المفروض ان اللوسز بتاعتها هتبقى ايه؟ اقل، اللي هو عبارة عن الكومباينيشن بتاع الاتنين. فالحل بتاعي ببساطة قال لي ان انا هحط بايب تانية ليها نفس الطول وليها ديامتر تاني مختلف عشان نوصل للسيستم اللي يشغل لنا البامب دي عند 250 لتر بير سكند. احسب لي الديامتر ده بكام. حلو كده؟ طيب تعال بقى نبدأ ايه؟ نشوف واحدة واحدة احنا المفروض نعمل ايه. احنا السيستم بتاعنا بقى شكله عامل كده. عندي بايب واحد اللي انا عارف الدايمتر بتاعها ب 450، وعندي بايب اتنين اللي انا مش عارف الدايمتر بتاعها، وعندي الفلوريت توتال بيساوي 250 لتر بير سكند، وعندي فلوريت هنا واحد وعندي فلوريت هنا اتنين، وعندي هنا كي واحد وعندي هنا ايه؟ كي اتنين. خلاص؟ مراجعة بسيطة كده على اللي احنا خدناه قبل كده، ان احنا لو عندنا اتنين بايبس ان بارلل او اتنين بايبس ان سيريز، كان ايه الفرق ما بينهم؟ الكيو عندي بتخش هنا كيو توتال بتتقسم كيو واحد وكيو اتنين، صح؟ هنا كيو واحد بتساوي كيو اتنين بتساوي كيو توتال. طيب ايه الحاجة التانية اللي كنا بنقارنها؟ اللوسز بتاعتنا، صح؟ اللي هو لو حد فاكر الكهربائية شوية شبه الفولت والامبير، تمام؟ الامبير هنا عندي التيار عندي بيتقسم بناء على الريزيستنس، كل ما الريزيستنس زادت كل ما الامبير بتاعي او الفلوريت بتاعي اللي فيها يمشي اقل ويساوي بعض، حيث ان البريشر دروب بتاعي من النقطه دي للنقطه دي من خلال السكه دي او السكه دي يساوي بعض. يعني الاتش لوسز توتال تساوي الاتش لوسز واحد تساوي الاتش لوسز اتنين، وفي الحاله دي الاتش لوسز توتال بتساوي الاتش لوسز واحد زائد اتش لوسز اتنين. حلو كده؟ ليه كده؟ عشان لو انا بتكلم ان انا عندي هنا بريشر ب 100 والبريشر اللي وصل هنا كان ب 50، فالمفروض ان دي نقطة واحدة. نقطة اللي هي نقطة 2 دي البريشر بتاعها بيساوي 100 ناقص اللوسز اللي موجودة عندي في البايب دي، أو 100 ناقص اللوسز اللي موجودة عندي في البايب دي. هل النقطة دي ينفع يكون ليها قيمتين؟ مرة مثلا تبقى 70 ومرة تبقى 30؟ فهو الفلو عندي بيوزع نفسه عشان يساوي اللوسز في المسارين دول عشان النقطة دي في الآخر تتساوى كأنها إيه؟ نقطة واحدة. خلاص كده؟ يبقى أنا كده عرفت إن اللوسز بتاعتي اللي هي بريشر دروب اللي هو كي كيو سكوير واحد وكي اتنين كيو اتنين سكوير، المفروض إن الاتنين دول بيساووا بعض. دول بيساووا بعض وبيساووا، لو أنا جيت شلت ده كله وحولته لشكل بلوك ليه كي توتال وبيمشي فيه كيو توتال بيساوي ايه؟ كي توتال كيو توتال سكوير. يبقى ملخصها ان انا في الحالة دي بتاعتي اللي انا محتاجه ان كي توتال كيو توتال سكوير بتساوي كي واحد كيو واحد سكوير بتساوي كي اتنين كيو اتنين سكوير. دي معادلة رقم واحد. معادلة رقم اتنين بتقول لي ان كيو توتال بيساوي كيو واحد زائد كيو اتنين. تمام كده؟ طيب انا معايا ده ومعايا ده. السيستم الجديد بتاعي انا محتاج ان انا اجيب له الكي بتاعته، صح؟ طيب السيستم الجديد بتاعي ده مش هو ليه كي وبيتقاطع مع البامب بتاعتي عند ال 250 وبيبدا من عند 15، مش هقدر اكرر اللي انا عملته هنا؟ اقدر اقول ان ال 250 دي بتديني 15، وبالتالي النقطه اللي بتعدي بيها السيستم الجديد 250 و15 و0 و15.
فاكرر اللي انا عملته هنا واقول ان الاتش سيستم بتساوي الاتش ستاتيك زائد الكي توتال كيو توتال سكوير اور كي واحد كيو واحد سكوير، سواء كده او كده. طيب اللي انا محتاج اجيبه عشان اجيب الديامتر، ديامتر 2، محتاج اجيب الكي 2 صح؟ عشان اجيب الكي 2 محتاج اجيب قد ايه من الفلو اللي هو كان 250 بيعدي هنا وقد ايه منه بيعدي هنا، وبالتالي اقدر اجيب ريليشن ما بينهم من خلال المعادله دي. خلاص؟ طيب يبقى انا هعوض هنا بايه؟ الاتش سيستم عندي ب 15 اللي هي النقطه اللي انا جبتها من الايه؟ من البامب كيرف اللي انا عارف انها متقاطعه مع السيستم كيرف، بتساوي الاتش ستاتيك 10 ما اتغيرتش، زائد يا اما كي توتال في 250 فاجيب الكي توتال، يا اما الكي واحد اللي انا عارفها في كيو واحد سكوير واقول الكيو واحد بقيمه قد ايه؟ بقت كي واحد في كيو واحد سكوير. معايا الكي واحد اقدر ان انا احسب الايه؟ كي واحد بتساوي 15 ناقص ال 10 على ال 4 في 10 اس ناقص 4 سكوير، هيطلع معايا 111 وكسر تقريبا. جبت كيو واحد، اقدر من خلال المعادله رقم 2 اقول ان كيو 2 بتساوي 250 ناقص ال 111.18 109 138 وشويه. دي 111.8 ودي 138.2 لتر بير سكند. طيب انا كل ده لسه ما جبتش الدايمتر، اجيب الدايمتر ازاي؟ انا عندي العلاقه دي بتقول لي ان كي واحد في كيو واحد سكوير بتساوي كي 2 في كيو 2 سكوير، صح؟ يعني كي واحد على كي 2 بتساوي كيو واحد كيو 2 سكوير على كيو واحد هول سكوير. تعال نفك كي واحد، مش الكي واحد دي بتساوي اف ال او اي كي زائد سيجما سي زائد واحد على الاثنين جي اريا سكوير؟ هو هنا جه قال لي جمله صغيره وقال لي ان دي فيري لونج بايب، والجمل اللي في النص دي هو مش بيقولها يعني اعتباطا، هو بيقولها الغرض. لما قال لي فيري لونج بايب فهو عايز يقول لي ان القيمه بتاعت دي كبيره قوي، وبالتالي الترم ده دوميننت عندي، وبالتالي اي حاجه جنبه ممكن نهملها، صح ولا ايه؟ فنقدر ان احنا نقول ان الكي بتاعتي اللي هي مترجمه لللوسز بتاعت السيستم اولموست كلها 99% منها عباره عن فريكشنال لوسز، صح؟ فنقدر نقول ان الكي بتاعتي عباره عن 0.8 في الاف في الال على الجي دي 1 تو ذا باور 5، ودي كمان 0.8 في الاف في الال على جي دي 2 تو ذا باور 5. كل ده بيساوي كيو 1 على كيو 2 كيو 2 على كيو 1 تو ذا باور ايه؟ سكوير. دي هتطير مع دي، نفس الطول ونفس الاف ونفس ال 0.8، الجي هتروح مع الجي، الدايمتر 2 هتطلع فوق والدايمتر 1 تطلع تنزل لتحت، بقت دي 2 على دي 1 تو ذا باور 5 بتساوي كيو 2 على كيو 1 سكوير. معايا دي، معايا دي دايمتر 1 ب 450، اقدر اجيب الدايمتر 2 ب 489 ملي. واضحه؟ مفهومه؟ فين الكمامه؟ الكمامه. طيب معلش ها فاهم المعادلات؟ تمام. من اول ما احنا قلنا ان احنا هنمشي يمين عملنا ايه؟ يعني الفكره نفسها فكره يعني ايه مين ايه؟ المعادله احنا ماشيين ازاي؟ بس ليه اصلا ماشيين ليه في التوازي؟ احنا قلنا يعني عايزين نقلل النصف فعملنا توازي؟ هو لو تفتكر بلاش اقول لك اعدادي، اقول لك اعداديه تمام؟ ثانويه عامه بلاش 10 اوم 10 اوم وجنبهم 10 اوم بالظبط كده، يبقى انا كان انا اديت محصله اقل من الاثنين، وانا اثبتها لك بطريقه ثانيه قلت لك مش انا كاني بمرر في ماسوره اكبر، مش الماسوره الاكبر دي ليها فريكشن اقل وبالتالي الكي بتاعتي هتبقى اقل، فبدل ما انا اشيل اللي موجود واحط واحده اكبر، طب ما اخلي اللي موجود واحط واحده جنبها. يعني احنا كنا ممكن نمشي
هو اداني، كده قال لي ان احنا عشان نقلل اللوسز هنحط بايب لاين تاني موازي ليه. تمام. طيب جماعة قال لي وصلت انت للحل وحليت والدنيا تمام، رايحين بقى السوق نشتري حاجة. قابلتنا مشكلة صغيرة خلاص، ان انا في السوق قال لي ان الديامترز بتاعت البايبس اللي موجودة 350 ملي و400 و450 و500 و550 و600، اختار اني واحدة. ما لقيتش 489 فانا هضطر ان انا اختار من اللي موجود، فاختار ايه؟ باشمهندس قال لي 500 خلاص؟ طيب لما الباشمهندس قال لي 500 انا قدامي حل من ثلاثة، يا اما هختار الاقل على طول، يا اما هختار الاكبر على طول، يا اما هختار الاقرب ورايح دماغي. يعني لو كانت 451 فهات ال 450. طيب انهي الصح اللي بناء عليه قلت ان هو 500؟ هل ال 500 دي عشان هي اقرب لل 489 ولا عشان هي اكبر من 489؟ يعني لو جيت قلت لك ان ما كانش كان بعد 450 ما كانش فيه غير ال 1000، فهتيجي تقول لي اختار ال 450 ولا ال 1000؟ طيب جاوب يعني قول لي سبب لاجابتك. هل انا بشتغل بالاقرب؟ سرعه ايه؟ الالف. ليه بقى؟ انا عايز اجابه يعني اجابه كامله. يقول الالف عشان خاطر السيستم عندي لسه مش هيقدر يشتغل عند ال. لو جينا رسمنا السيستم كيرف بتاعنا خلاص، فانا لو انا شغال عند ال 450 انا عايز انا عايز اجيب ال 250، دي ال 250. لو جيت انا عملت اللي امير قاله واشتغلت عند ال 450 فانا نقطة التقاطع بتاعتي الكي بتاعتها هتبقى 400 230، نقطة التقاطع هتبقى 230. هقع في نفس المشكلة ان انا مش عارف اوصل ل 250 برضه، فاضطر ان انا ازود بايب تانية تالتة هيبقى الدايمتر بتاعها صغير قوي. او زي ما الباشمهندس بيقول انا هشتغل عند ال 1000 وابعد عن ال 250 واوصل لغاية ال 300 ولا 350، بس الفرق ده اقدر اقفل له فالف ولا ايه؟ صح؟ يبقى انا عشان اشتغل لازم اجيب كيو ماكسيمم اكبر من احتياجي، مش شرط يبقى هو ايه بالظبط. عشان اجيب كيو ماكسيمم اكبر من احتياجي يبقى لازم اشتغل على الدايمتر الاكبر على طول، ايا كان بقى هو قيمته كام وايا كان هو قريب ولا بعيد. يبقى البارامتر بتاعي اللي يخليني اختار الدايمتر بتاعي هو الاكبر وليس الاقرب. واضحه؟ يبقى احنا عملنا سيليكشن للدايمتر بتاعنا، فبقت المساله بتاعتنا المساله بالعكس بقى. هنيجي نقول ان 400 ان احنا دلوقتي كان احنا بقى ادانا مساله من الاول ان احنا عندنا 500 و450، شوف لي احنا نتقاطع فين. اللي انا اكسبكتد ان هو يكون اكبر من 250، يعني انا لو جبته اقل من 250 ابقى انا في حاجه غلط عندي. حلو كده؟ طيب يبقى هنمشي المساله عندنا بالعكس خلاص؟ هنقول ان احنا عندنا ايه؟ عندنا اتنين بايبس ان بارلل، واحد 450 وواحد 500، وعايزين نجيب الايه؟ السيستم توتال. فاحنا عايزين نرسم السيستم كيرف. عشان نرسم السيستم كيرف اللي احنا محتاجينه ان احنا نعوض في المساله بتاعتنا اتش سيستم بتساوي اتش ستاتيك زائد الكي توتال كيو توتال سكوير. يبقى انا المره دي محتاج ان انا احسب الكي توتال. هحسب الكي توتال ازاي؟ يبقى احنا محتاجين المره دي ان احنا نجيب الايه؟ الكي توتال اللي هنعوض بيها في السيستم عشان اجيب الايه؟ الكي بتاعتي. طيب يبقى انا المساله بتاعتي بقت شكلها عامل ازاي دلوقتي؟ بقى عندي دايمتر 2500 وكيو توتال انا مش عارفه، وكيو 1 وكيو 2 انا مش عارفهم، كل اللي انا عارفه هي الكي 1 بس والكي 2 عشان انا جبت الدايمتر 2. خلاص؟ والمطلوب ان انا اجيب الايكويفالنت بتاعهم اللي هي زي الايه؟ زي الريزيستنس الايكويفالنت بتاعت الكهرباء. انا عايز ان انا اجيب صندوق اسميه كي ايكويفالنت لما اضربه في كيو توتال سكوير يديني الايه؟ الهيد لوسز بتاعتي. اللي هو الفرق ما بين اول نقطه واخر نقطه. هنجيبها ازاي؟ الموضوع بكل بساطه
هتمشي المسألة بالعكس، ان انت عندك كي واحد، كي واحد سكوير بتساوي كي اتنين، كيو اتنين سكوير، او الديامتر اتنين على ديامتر واحد to the power 5 بتساوي كيو اتنين على كيو واحد سكوير. خلاص؟ معايا الديامتر اتنين 500، معايا الديامتر واحد 450، 500 على 450 to the power 5 بتساوي الايه؟ الكيو 2 بتساوي الرقم ده في كيو 1. تمام؟ فتقدر تقول ان كيو 1 عندي بتساوي كام؟ قيمه من الكيو 2، واقدر اقول ان كيو توتال بتساوي 1 زائد القيمه دي من الكيو 2. صح؟ واقدر اقول ان كيو 1 بتساوي 1 على او 1 على 1. شوف يعني الارقام بقى بتاعتنا تمشي ازاي. كيو 1 عندنا كانت 0.7 6 8 من كيو 2، وكيو 2 بتساوي 1 على 0.6 7 8 من كيو ايه 1. وانا عايز اجيب كيو 1 يبقى دي زائد الرقم ده، تمام، اللي هو طالع معايا ب 1.302. يبقى كيو 1 عندي بتساوي كام؟ 1 على 2.302 من الكيو توتال. حلو كده؟ طيب جبت الكيو 1 فانكشن في كيو توتال، تمام؟ اقدر اقول لك ان الكي توتال، كيو توتال سكوير بتساوي كي 1 كيو 1 سكوير. معايا كي 1 ومعايا كيو 1 بدلاله الايه؟ الكي توتال، الكيو توتال دي هتروح مع دي. معايا كي 1 اضربها في الايه؟ في 1 على 2.302 سكوير في الرقم اللي هو 4.02 في 10 اس ناقص 2، بقت الكي توتال عندي بتساوي 7.5 في 10 اس ناقص ايه؟ 5 متر بير لتر بير سكند سكوير. والكي توتال بتاعتي دي اقل من الكي القديمه بتاعتي اللي احنا كنا شغالين فيها، فالكلام ده مظبوط. يبقى السيستم كيرف الجديد بتاعي بقى شكله عامل ازاي؟ بقى شكله بكل بساطه عباره عن ايه؟ اتش سيستم بتساوي ال 10 زائد 7.5 في 10 اس ناقص 5 كيو توتال سكوير. خد بقى دي وارسم لها الجدول بتاعها، وارسم الايه؟ العلاقه بتاعتها ونقطه التقاطع بتاعتي دي. نقطه التقاطع بتاعتي دي هتبقى كام؟ 255. شاطر الراجل ده، بيرسم في دماغه وبيحل كويس. مش هتيجي 250 بقى؟ 250 عند 489 مللي، انا كبرت اكبر، فانا متوقع انها تبقى اكبر منها بحاجه بسيطه. يبقى انا شغال عند 455، انا عايز اشتغل عند ال 250 بالظبط. اقفل الفالف واشتغل هنا. حلو كده؟ لو جه طلب مني بقى بعد كده ان انا احسب له الباور او الباور لوست انفولف، الموضوع بسيط زي هنكرر اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. هتجيب الايه؟ الباور هنا، ان انت تجيب الكيو بتاعتي اللي هي 250، وتجيب الايه؟ الاتش عندي اللي هي كانت ب 15، والافشنسي اللي قصادها، وتحسب الايه؟ الباور توتال بتساوي الرو في الجي في الكيو في الاتش على الافشنسي. طب طلب الباور لوست انفولف، هتجيب الاتش بتاعتي اللي هي 15، الاتش بتاعت السيستم اللي انت ممكن تعوض هنا ب 250، وتجيب الاتش دي بكام؟ اطلع معاك مثلا 13. طب 13 يبقى الاتش لوست انفولف بتساوي 2، يبقى الباور لوست انفولف بتساوي الرو في الجي في كيو اللي هي 250 في ال 2 على الافشنسي، وحولها لايه؟ لمتر كيوب بير سكند. والافشنسي دي اللي هي عند ال 250 مش عند الايه؟ مش عند ال 255. لا كانك كده قافل الفالف. انا عشان اشتغل هنا هقفل الفالف. في حد مش فاهم حاجه لغايه دلوقتي؟
ايه؟ لا لا ايه؟ لا انا كده بتكلم على السيستم عادي خالص، لسه ما دخلتش في الافينيتي لوز. هو شرح ايه؟ لا لسه ما وصلناش، ده جزء نظري احنا مش هنتكلم فيه. طيب عندنا مسألة خلاص اداني بامب كيرف، البامب كاركترستكس بتاعتي خلاص. المسألة دي أسهل وبسيطة بس فيها تريكة صغيرة، وقال لي إن أنا كان عندي طول بايب جميل طوله ال، وقال لي اهمل الكاينتيك انرجي بتاعت السكشن واهمل الايه الماينور لوسز، وقال لي معلومه كده في النص اللي هو دايما بيديهاني ان الكيو ماكسيمم بتاعتي كانت 60 لتر بير سكند عند اتش ستاتيك 16 متر، اللي هو بشكل اندايركت بيديني الكي بتاعت السيستم ده خلاص، اللي هو بكل بساطه انت هتعوض ومش هنعيد بقى اللي احنا قلناه ان اتش سيستم بتساوي الاتش ستاتيك زائد الكي كيو سكوير. الاتش ستاتيك عندي ب 16، الاتش سيستم هو المقابل اللي قدام 60 اللي هو ب 20، 20 بتساوي 16 زائد الكي في ال 60 سكوير. الكي عندي اللي هي الكي القديمه او يعني الكي خلينا نسميها الكي الاولد بتساوي 20 ناقص 16 على ال 60 سكوير متر بير لتر بير سكند سكوير. ايه بقى اللي حصل؟ قال لي ان انا كان عندي مشكله في الايه؟ في البايب. فجيت عند ربع البايب الاولاني وقطعت. تلات ارباع طول ده سبته زي ما هو، والربع ده عوضته باتنين بايبس ان باراليل كل واحده الدايمتر بتاعها 75 مللي. ده للربع الباقي. احسب لي احنا دلوقتي هيبقى ايه الكيو ماكسيم هتبقى عندي بكام؟ يبقى انا عايز ان انا احول ده كله ككيز مختلفه الى صندوق واحد واقول عليه كي توتال في كيو توتال سكوير. تمام كده؟ طيب يبقى احنا السيستم بتاعنا بقى شكله عامل ازاي؟ اللي احنا عايزين نحوله ده بقى عندنا اتنين بايبس كده خلاص. الكيو توتال داخل بيتفرع على ايه؟ كيو واحد وكيو اتنين. دي الدايمتر بتاعها 75، دي الدايمتر بتاعها 75. الاتنين دول طولهم ربع ال، ودي ماشي فيها كيو 3 الطول بتاعها 3 ارباع ال والدايمتر بتاعها 150. عايزين نحولها لمكافئ صندوق واحد بنسميه كي توتال كيو توتال سكوير. يبقى انا عندي هنا كي 1 وكي 2 وكي 3 خلاص؟ كل واحدة من دول ليهم قيمة. بس الكي توتال كيو توتال سكوير اللي هي توتال لوسز بتساوي كي واحد في كيو واحد سكوير اور كي اتنين كيو اتنين سكوير، صح؟ زائد لأن دي اتنين بارلل ودي واحدة سيريز الكي تلاتة كيو تلاتة سكوير. حلو كده؟ لسه واحدة واحدة. حلو؟ نبدأ بقى نشوف الإيه؟ العلاقات اللي موجودة عندنا. أول علاقة جلية وسهلة وبسيطة إن كيو 3 بتساوي كيو توتال. صح؟ هي بعد ما اتجمعت بقت هي هي. فدي بقت كيو توتال. كويس، الحمد لله. العلاقة التانية هي العلاقة ما بين كيو 1 وكيو 2. الاثنين ليهم نفس الطول، الاثنين ليهم نفس الدايمتر، فبالتالي ليهم نفس الريزيستنس، فبالتالي ليهم نفس الفلوريت. ده لحسن حظنا. طب انا لو كان حظي سيء وكان الاثنين دول ما لهمش نفس الدايمتر كانوا هيساووا بعض؟
كنا هنعمل اللي احنا عملناه ونقول ان الديامتر 2 على ديامتر 1 تو باور 5 بتساوي كيو 1 كيو 2 على كيو 1 وبالتالي سكوير، وبالتالي اقول ان كيو 1 دي فانكشن من كيو 2، واقدر اقول ان كيو توتال دي فانكشن من كيو 1. لو الطول كبير، ما هو برضه بيقول لي لونج بايب بالظبط، اللي هو حتى لو ما قالكش كده اسيوم انها كده عشان انت ما تعرفش الماينر لوس بتاعتك شكلها عامل ازاي. خلاص؟ طيب احنا في الحاله دي القيمه دي كانت 1 صح؟ فكيو 2 بقت بتساوي كيو 1، فكيو توتال بقت بتساوي كيو 1 على الاثنين صح؟ يبقى انا دلوقتي معايا ايه؟ معايا ان كيو 1 بتساوي كيو توتال على الاثنين. خلاص كده؟ طيب يبقى انا جبت ريليشن ما بين الكيوهات وما بين بعض، باقي لي اجيب ايه؟ علاقة الكيوهات ببعض. طيب انا دلوقتي عندي كي واحدة صح؟ كي القديمة اللي انا جبتها. كي دي المفروض انها بتساوي 0.8 في الاف في ال على الجي دي تو ذا باور 5. وبتساوي الرقم ده صح؟ طيب لو انا جيت قلت لك ان انا عايز اجيب الكي واحد اللي هي الجزء ده، فكي واحد ده ليه قانون بتاعه 0.8 في الاف، وبدل ما اعوض بالال هعوض بالال على الاربعه صح؟ وبدل ما اعوض بالدايمتر هعوض بالدايمتر اللي هي 150 75 على 150 اللي هو جي دايمتر 2 تو ذا باور 5 صح؟ انا عايز اشفي واحول دي لفانكشن من دي، فهاخد الايه او اقسمهم على بعض مش فارق معايا، هاخد الكوفيشنتس بتاعتي دي اللي هي عباره عن 2 سكوير تو ذا باور 5 على الاربعه مضروبه في ال 0.8 في الاف في ال على الجي دي تو ذا باور 5 اللي هي عباره عن الكي. فبالتالي بقت الكي واحد عندي بتساوي 32 على 4 8 من الكي القديمه. دي واحد، ادي 2، ادي 3. في مشكله كده؟ واضحه؟ طيب الكي 3 مش بتساوي 0.8 في الاف 3 ارباع ال والديامتر هو هو، يعني اقدر احولها ل 3 ارباع كي القديمه. فبقت المعادله اللي موجوده عندي الكي توتال في كيو توتال سكوير بتساوي 8 كي اولد في كيو توتال سكوير على الاثنين سكوير زائد الكي 3 3 ارباع كي اولد في كيو توتال سكوير، دول هيطيروا والكي توتال هتساوي 8 على الاربعة زائد 3 على الاربعة كي اولد اللي هي 2.75 في 4 على 60 سكوير، هيطلع معايا بايه؟ برقم. واضحة ومفهومة؟ متر بير لتر بير سكند سكوير. انا بعمل كل ده ليه؟ انا بعمل كل ده ببساطه عشان اجيب السيستم كيرف بتاعي اللي هو اتش سيستم يساوي 16 زائد 3.055 في 10 اس ناقص 3 كيو سكوير. الريليشن دي ارسمها وبعد كده اجي ومراسم الايه دي قصاد دي واجيب نقطة التقاطع بتاعتي. نقطة التقاطع دي كانت 47 تقريبا، والاتش بتاعتي كانت 22.5، والتقاطع بتاعي مع الافيشنسي كان عند 70%. نحسب الباور رو في الجي في الكيو في الاتش على الافيشنسي، طلع معايا حوالي 14 كيلو وات. حد عنده مشكلة لغاية دلوقتي؟ المرة دي والمرة اللي فاتت كنا بنلعب في السيستم كيرف، مرة نعمله كده، مرة نعمله كده، مرة نزود الاتش ستاتيك، مرة نقلل الاتش ستاتيك، وكل مرة بندور على الاوبريتنج بوينت الجديدة والباور اللي موجود عندها.
المرات اللي جايه هبدا ان انا العب في البامب كيرف، مره عن طريق ان انا اغير السرعه بتاعته، مره عن طريق ان انا اعمل له مره تريمنج، مره عن طريق ان انا اجيب امبيلر ليها نفس ليها نفس الاسبكت ريشيو ونفس كل حاجه بس حصل لها سكيلنج بقيمه معينه، مره عن طريق ان انا احط اتنين بايبس ان باراليل، مره احط اتنين بايبس ان سيريز، وكل واحده من دول هتتقاطع مع السيستم بتاعي اللي انا ما غيرتوش في نقطه جديده، وده يبقى ايه ملخص اللي احنا عمالين بنعمله وبنلف حواليه في الاوبريشن، او الايه ان انا اجيب الاوبريتنج بوينت والباور كونسيومد في حاله الايه سنتريفيجال. طب حد عنده اسئله؟